وللحديث عن ازدياد ظاهرة هجرة العراقيين ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور طائي، مرحبا بكم في اليوم الدولي للمهاجرين. نناقش ظاهرة الهجرة في العراق. من المعروف عن الشعب العراقي ارتباطه بأرضه، لكن متى بدأت ظاهرة الهجرة من العراق دكتور؟ شكرا لاستضافتكم، حياكم الله. يعني متعرف عليه أن العراق فعلا مرتبط في أرضه، لأنه كان معززا مكرما. كان العراقي يترك بلده في حالات الإفاد والابتعاد. على سبيل المثال في السبعينيات فقط كان هنالك ما يزيد على 10,000 طالب يدرسون الماجستير والدكتوراه في أوروبا وأمريكا. والآن عدد اللاجئين في هذه الدول بلغ أكثر من 2,000,000، وليسوا كمبعوثين أو كمتدربين. كان العراقيون بعد إكمالهم دراستهم وتدريباتهم ومهامهم الوظيفية جميعهم يعودون إلى بلدهم، لأن بلدهم يعودون إليه معززين مكرمين، سواء بقانون الكفاءات أو الوظائف والمهام التي تنتظرهم. يعني ما هو متعارف عليه أن الشخصية العراقية، كنا نتذكر هذا المصطلح سابقا، مصابة بالهومسيك، أي حب الوطن. بالضبط. لأن العراق كان حلم العرب للهجرة إليه، وليس حلم العراقيين فقط. هنا فقط نذكر بأنه خلال الحرب العراقية الإيرانية، رغم حالة الحرب، كان موجود في العراق 3,000,000 مصري مهاجر. هذا دل على شيء، أن العراق كان لا خاليا من البطالة. لكن الشيء المؤلم أن سكوت المنظمات الإنسانية ومفوضية اللاجئين في الوقت الحاضر والنازحين العراقيين الذين بلغ عددهم أكثر من 6,000,000 لا زالت تلتزم الصمت، وهذا يشكل علامة سلبية تسجل عليها بهذا الجانب. طيب دكتور، هنا يعني متى بدأت ظاهرة الهجرة من العراق؟ يعني ظاهرة الهجرة من العراق كما هو متعارف عليه بدأت بعد عام 2003. لأن كان هنالك خطة ممنهجة واضحة هدفها تدمير العراق ومحوه من الخارطة العربية، تمهيدا لابتلاعه إيرانيا وفارسيا. خطة إيرانية مشتركة تم فيها تدريب عناصر في هنغاريا وفي إيران من قبل الميليشيات الحاكمة الآن، لتغيير الخارطة الجيوبوليتيكية وقلب الهرم السكاني والقيم العراقي واستراتيجية الغياب والحضور الديمغرافي. طيب. يعني كما تعلمون تغيير السكان وزائدا تغيير الأرض يؤدي إلى تغيير شكل الحكم. طيب. حكما طائفيا عرقيا إلى آخره. فراق الموت التي طيب دكتور، يعني إذا هي كانت خطة ممنهجة لتفريغ العراق من الكفاءات، لكن ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك واضح، هو تدمير العراق ومحوه من الخارطة لغرض ابتلاعه ولأهداف أيضا جيوبوليتيكية. يعني لما توعز خطة تصفية الكفاءات العراقية، يعني أي حضارة أي بلد إذا أردت أن تدمره، البلدان كلها تتكون معنويا وماديا. معنويا تتكون من أصحاب الفكر من الكفاءات، وماديا من العمران. الكفاءات تم اجتثاثها، تم اغتيالها، تم قتلها، تم تصفيتها. يعني وزير التعليم العالي الأسبق يوصف الكفاءات العراقية بالعقول الملوثة وحالات التدمير وحالة نهب المتاحف وتدمير الآثار العراقية وحالات الحالات التي أدت إلى تدمير العراق كاملة بشرا وحجرا. الهدف هو مسح العراق من الخارطة الجغرافية العربية لابتلاعه إيرانيا ومن ثم تفريسه. طيب دكتور طائي، طيب دكتور طائي، في إحصائية لمؤسسة غالوب للأبحاث تقول هذه الإحصائية إن 42% من حملة الشهادات العليا في العراق
يريدون الهجرة خارج العراق، لكن كيف رأيتم تعاطي الحكومة مع هذه الكفاءات؟ كيف تعاطت معهم؟ هو الحقيقة لو هؤلاء 42% حسب إحصائيات غالوا نعم كانوا متأكدون بأن دوائر الهجرة في أوروبا تمنحهم أو تقبل طلبات هجرتهم ولجوئهم لأصبح العدد بالملايين، إنهم يريدون أن يهاجروا لأنهم يريدون الإحساس بآدميتهم بكرامتهم المفقودة بسبب فقدان الأمن المجتمعي بسبب التمايز العرقي، يريد تحقيق طموحات الإنسانية المشروعة بتكوين أسرة في مجتمع آمن بسبب حالات العزوف عن الزواج لظروف مادية وأمنية بسبب البطالة بسبب التكفير. يعني أخطر ما يعانيه الآن المجتمع العراقي من تحويل الثأر والانتقام من حالة شاذة ومنبوذة في السياسة وفي الدين إلى واجب إلهي وديني. يريدون الهجرة لأن العلاقة بين الحكام والمحكومين علاقة انتقامية، لذلك تولد القناعة لدى المواطنين بأن الحاكمين أصبحوا لا يمتلكون عنصر توازن داخلي ولا تعايش خارجي، لذلك لم يكن بدا لهم إلا من الهجرة. يعني إذا كانت الحكومة فعلا جادة في عملية يعني استثمار هؤلاء الكفاءات، قانون رقم 41 سنة 91 قانون انضباط موظفي الدولة لا يبيح اطلاقا فصل الموظف لأسباب سياسية، لأن الموظف لأن الأكاديمي تم تعيينه وفق شهادته وفق كفاءته ولم يتم تعيينه وفق درجته الحزبية. هذه الأسباب. نعم. طيب دكتور آسف للمقاطعة ولكن وقتنا ضيق، ولكن مفوضية حقوق الإنسان في العراق تقول أن 325 ألف عراقي قدموا طلبا للهجرة بين عامي 2017 و2018، لكن تصريحات الحكومة تقر بوجود الأمن في البلاد. هل هناك تناقض في الموقفين دكتور؟ بالتأكيد هو تناقض. يعني التناقض الأول أن وزير تربية مثلا يطلق الرصاصة على الطلبة، أي أمن هذا يكون موجود؟ إضراب الطلبة يوم الأربعاء العام من الصف الأول حتى الصف السادس ثانوي. طيب لو تأكد هؤلاء كما أشرت بأن طلباتهم مقبولة لأصبح العدد بالملايين، الأمن في البصرة، الأمن في الموصل، الإحصائيات الدولية تعتبر العراق من أسوأ دول العالم في الأمن وفي الخدمات وفي التلوث. نعم. لو كان هناك فعلا اهتمام بالكفاءات العراقية وبالأمن العراقي، فقد أود أن أوضح بأنه ميزانية العراق يا سيدي الكريم لعام 2016 البالغة 102 مليار. نعم. خصص أكثر من 22 مليار للأمن وللدفاع، في حين خصص نصف مليار فقط للتعليم والتربية. هذا يعني أن في العراق دولة بوليسية وليست دولة ما يسمى ديمقراطية أو تهتم بحقوق الإنسان وببناء الإنسان. نعم دكتور. العراقي. من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي، شكرا جزيلا لكم.